انتهت مباراة جمهورية شبين والنصر بفوز النصر بهدف للا شيء احرزه محمد سعيد في الشوط الاول في الدقيقة 23. نفس نتيجة الدور الاول بيكررها مرة اخرى نادي النصر وبيصل للنقطة 50 ويظل جمهورية شبين في المركز العاشر ب 28 نقطة والخسارة الثانية على التوالي بعد هزيمته الاسبوع الماضي من المريخ. والهدف زي حضراتكم شفتوه معانا محمد سعيد بيشوط كرة قوية بيخطأ في تقديرها احمد المحراط حارس المرمى ليفوز فريق النصر بهدف للا شيء ويبقى الحال على ما هو عليه أو اللي انتهى عليه الشوط الأول. مبروك لكابتن سيد عيد وهارد لك لكابتن ياسر رضوان. المباراة بصراحة كانت ممتعة، شاهدنا هجمات هنا وهجمات هنا، فرص ضائعة هنا وهنا، كرات في القائم والعرضة سواء من هنا وهنا، ولكن اللي بيضيع كتير لازم يخسر في النهاية، قاعدة عارفينها في كرة القدم. كابتن جمال 1-0 النادي النصر، مش دايما الفرقه الافضل هي لازم تفوز يا كابتن جمال. طبعا يعني اولا مبروك للنادي النصر، فرقه بطوله بتعرف ازاي توصل، حتى لو جابت هدف في الشوط الاول تعرف ازاي توصل لنهايه المباراه بهذا الهدف او تزود، وجالهم كذا فرصه ممكن يزودها، فمبروك الف مبروك نادي النصر وهارد لك طبعا لنادي جمهوريه شبين، حظ اوفر ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. من احلى المباريات اتفرجنا عليها في الاستوديو هنا، يعني لو قلنا كل المباريات اللي اتفرجنا عليها في 10 15 مباراه من مثلا احنا دلوقتي اتفرجنا على حوالي اكتر من 70 80 مباراه، دي من احلى المباريات اللي اتفرجنا عليها، كوره هجوميه من هنا ومن هنا، يعني ما شاء الله جمهوريه شبين ياسر رضوان غير فيهم كتير جدا، بيهاجموا نادي النصر النادي القوي النادي اللي محتل المركز الاول المتصدر، وصل حارس المرمى كتير، دفاع نادي النصر تحمل المسؤولية هو حارس المرمى لغاية ما حافظوا على الهدف ووصلوا بثلاثة بونت لنهاية المباراة، دي حاجة تمام. كابتن جمال معلش أنا مضطر قبل ما أروح لكابتن صبري أروح بس لمراسلنا مصطفى الشهدي مع كابتن ياسر رضوان هو عماد مستقصدني قبل ما يروح لحد تاني. كابتن ياسر رضوان اتفضل مصطفى اتفضل. إذن كابتن فايز بعد نهاية المباراة، إذن بهدف مقابل لا شيء يحقق النصر فوزا غاليا على جمهورية شبين وسط ملعبه وسط جمهوره ويعتلي ويعزز صدارة المجموعة الثانية. يسعدني يكون معايا الكابتن ياسر رضوان المدير الفني لفريق جمهورية شبين. كابتن ياسر عايز أرحب بيك وعايز أقول لك النهاردة هارد لك، يعني سيطرة تامة لمجريات المباراة النهاردة، ولكن يعني القدر لم يريد النهاردة الفوز أو التعادل لجمهورية شبين. اولا تحياتي طبعا كابتن فايز كابتن صبري كابتن جمال ابو حميد، الحمد لله على كل شيء، يمكن ما فيش حظ النهارده، مش موفقين اللعيبه في ان هم يحرزوا هدف، لكن انا شايف ان احنا الحمد لله الولاد عملوا اللي عليهم، ماتش كويس بنلعب المتصدر، ماتش صعب بالنسبه لنا، كنا نتمنى ان احنا طبعا ناخد 3 بونت او على الاقل بونت، لكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. يعني كلمني الشوط الاول انتهى بهدف، يعني هنقول كره مبخته او غلطه من احمد المحرات، قدرت تخرج المحرات من الجو اللي اصبح فيه بعد الهدف ازاي وكلمته عايز ازاي بين الشوطين؟ طبعا اي لاعب وارد ان هو يخطئ في المباراه، لو انا ضغطت عليه زياده عن اللزوم ممكن ينهار خالص، انا اتسكت لما مش عادي ضيع اكتر من جول، ممكن نشوط تاني ربنا يوفقنا ونجيب جون تاني او نتعادل، الموضوع عادي بالنسبه لنا، احنا بنلعب على 3 بونت، موقفنا شبه صعب شويه في الجدول وبنلعب تحت ضغط، لكن ان شاء الله نتمنى اللي جاي يبقى يكون افضل باذن الله. يعني النهارده بعد الهزيمه وكان في فرصه تقدم 4 مراكز وتبقى في المركز السادس لو كنت فزت النهارده مع نتيجه ايضا الدخان وكوكاكولا، ولكن طبعا القدر لم يشاء النهارده، يعني هتتكلم مع اللعيبه ازاي الفتره الجايه هتقدر تخرجوا من الحاله خاصه بعد هزيمه الاسبوع الماضي من المريخ؟ والله احنا طبعا نشتغل على الاخطاء اللي كانت موجوده في مباراه النهارده ونحاول نطور منها، هنحاول طبعا نتعامل نفسي شويه عشان برده الاثر الهزيمه، ما فيش ماتش بره وجوه، دلوقتي انت شايف الفرق بتكسب بره وبتكسب جوه، فان شاء الله احنا اي ماتش بالنسبه لنا نظام هناخده نظام كاس، احنا انا بفكر ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان نوصل نقطه 45، اعتقد ان احنا ممكن نقعد باذن الله يعني. ان شاء الله. اشكرك كابتن ياسر واتمنى لك التوفيق. شكرا كابتن مصطفى شكرا. مستمرين معاك كابتن فايز مع الكابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر، طبعا بعد تحقيق فوز غالي النهارده على جمهوريه شبين وسط ملعبه. كابتن سيد عايز ارحب بيك النهارده، وفوز غالي النهارده وشفتك النهارده يعني طول المباراه عصبيه وبتشد لعيبه يعني رغم ان كان النصر مضغوط النهارده يعني يعتبر معظم اوقات المباراه، ولكن قدرت تحقق الفوز النهارده. الحمد لله فضل وكرم من ربنا وحده الحمد لله. طبعا انا خارج من 3 مباريات بفقد بنات، وطبعا دي مباراه صعبه جدا عليا، بلعب جهاز فني محترم جدا الكابتن ياسر وفريق عنده لعيبه صغيره وعندهم قدرات وحافظين الملعب، طبعا الملعب سيء جدا لا يصلح ان يتلعب عليه كوره طبعا، فاضطرينا نلعب بالطريقه اللي هي العالي زي ما هو كان بيلعبها يعني.
طبعا احنا يعني الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه الفتره اللي فاتت فقدوا كتير قوي قوي من الثقه اللي احنا كنا اكتسبناها من فوز 9 مباريات ورا بعض. طبعا عشان ارجع الثقه دي كان لازم مكسب. وطبعا جه الحظ في ملعب صعب مع فريق صعب. بالنسبه لنص ملعب طبعا شفت فريق النصر نزل سخن النهارده قبل المباراه، ممكن اكتر من نص اداء يعني اكتر من نص ساعه قبل المباراه عشان بحيث ان انتوا تاخدوا على الملعب قبل المباراه النهارده. والله هو ده الطبيعي، احنا يعني احنا شغلنا ما اتغيرش، احنا بننزل ساعة الا ربع قبل المباراة لان بندي 10 دقايق ربع ساعة اللعيبة تخش تغير وتستعد للمباراة، لكن هو يعني بعيد عن الأداء، وده اللي أنا قلته لعيبتي، أنا النهاردة مش هحاسبك على أداء، أنا هحاسبك على رجولتك وعلى روح الأداء وعلى الرغبة في الفوز، والحمد لله ده حصل يعني. ويمكن طبعا كان ممكن اللعيبة لو كان في حالتهم الفنية يمكن كنا جبنا جول تاني وخلصنا انفرادات كتير جات لنا، لكن طبعا احنا كنا بنلعب يعني فريق محترم جدا، كان صعب علينا قوي، وسوء أرضية الملعب ومساحة الملعب الأوتات كانت كلها ثوابت، فيعني هي مباراة بكل المقاييس، مكسب من عند ربنا واحنا راضيين، وإن شاء الله تكون بداية لأولادنا إن هم يرجعوا تاني إن شاء الله للمكاسب. هو ده اللي هيبقى الفيصل ان شاء الله الفتره اللي جايه. اخيرا عايز اسالك، النهارده كان في بدايه المباراه شفنا تغيير ميدو نزل، هل ده كان تغيير اضطراري ولا تغيير تكتيكي؟ لا تغيير تكتيكي طبعا، انت النهارده قريت المباراه من الاول واوتات وكده، وميدو من اميز اللعيبه في الدوري بيلعب بدماغه اذا كان دفاعي او هجومي. اضطريت طبعا اطلع دسوقي، هو في حاله كويسه بس طبعا دسوقي يمكن قصير شويه ومالوش في حته الدفاع بدماغه ولا حتى قدام يشترك، فده كان تغيير تكتيكي قدرت اكسب بيه وقت، وبالذات ان انا كسبت 1-0 فتعاملت مع المباراه طبعا ان هي هتبقى كور عاليه، ويمكن انت لاحظت في اخر المباراه ميدو لعب مساك لان ابتدى نزل فيرو الثاني وهم ابتدوا يتفوقوا وبيلعبوا براحتهم الكور الطويله والكور العرضيه، والحمد لله وفقنا وعصام طبعا الجول من وراهم في ان احنا نتعامل مع كل الكور العاليه، والحمد لله يعني ربنا ادانا مكسب كبير ومكسب صعب، ان شاء الله يا رب يغير الحاله الـ 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 النفسيه بتاعت اللعيبه الـ3 مباريات اللي فاتوا، ويا رب نكمل على خير ان شاء الله. ابارك لك كابتن سيد واقول لك بالتوفيق ان شاء الله، مبروك على الفوز النهارده. ربنا يبارك فيك ومتشكر ليك وطبعا لضيوفكم الكرام، وان شاء الله بالتوفيق لكم ولينا يا رب ان شاء الله. شكرا. دي كانت لقاءاتنا بعد المباراه كابتن فايز، بعد المباراه التي انتهت بهدف مقابل لا شيء لفريق النصر، فوز غالي جدا على ملعب استاد جامعه المنوفيه، والان عوده سريعه الى استاد بلدنا. شكرا للزميل مصطفى الشهدي، وبشكر طبعا سواء كابتن ياسر رضوان او كابتن سيد عيد على اجراءهم اللقاءات والروح الطيبه اللي كانت ما بينهم. وكابتن جمال قبل ما اقطعك للمره الثالثه الرابعه في حلقتنا النهارده، يعني تصريحات متوازنه جدا ونفس اللي احنا اتكلمناه قبل المباراه، ان سوء ارضيه الملعب والكرات الطويله حتى التغييرات، وقلنا ميدو ليه قاعد بره، كابتن سيد عيد اكد لنا الكلام وقال لك ده تغيير تكتيكي، لقيت الكرات العرضيه اكتر، الالتحامات اللعيب البديل او اللعيب الاساسي ما كانش بيشارك فيها، فدفعت بميدو افضل ان هو عشان الكرات العرضيه والالتحامات. هم لعبوا مع بعض لعبه القط والفار، يعني سيلا اللي رجع ورا عشان يمسك ميدو. وفي اخر الشوط الثاني ميدو رجع ورا عشان يمسك انيس، فلعبوا مع بعض لعبه القط والفار ونجع فيها سيد عيد، وبذل مجهود قوي جدا ياسر رضوان، ولكن التوفيق ما كانش ملازمه. على فكره مباراه جيده جدا، وكمان اللي خلاها جيده كمان زياده المعلق احمد حجاز، لانه كان عمال مشعل المباراه، فدي كانت ميزه جدا معلق يكون عايش المباراه بحلاوتها. عايز اقول احسن 2 في المباراه شفتهم، يعني طبعا خط دفاع النصر كله بالحارس المرمى، انما في خالد، في رجب خالد وانيس يعني مش ويمكن فرويلا دوت فراويلا اللي يمكن الثلاثه بس، هم خالد دوت كان بذل مجهود قوي جدا وبيلعب الاوت صح، الاوت سروم صح، وبيلعب الكور الثابته صح، وانيس ما فيش ولا كوره ما صلحهاش للي جاي من ورا صح، فالاثنين نجوم جمهوريه شبين، اما نجوم النصر الفرقه كلها زائد الدفاع مع حارس المرمى هم نجوم. تمام كابتن صبري، الشوط الثاني برضو ما اختلفش كتير على الشوط الاول، جمهوريه شبين مستحوذ هو الاخطر، ولكن نادي النصر امن دفاعاته، ده ظهر حتى في التغييرات اللي عملها كابتن سيد عيد، نزل ربيع وهو احد المدافعين الاقوياء جدا اللي بيتمتع بطول القامه، ونزل ايضا مع نهايه المباراه
غير ربيع، نزل اللي هو كيتا او كايتا برضو ايضا اللاعب الافريقي في خط الدفاع. والله كابتن هو الشوط الثاني ودي انفراده كانت مع بدايه المباراه، معلش هي دي اللي انا عايز اتكلم عليها بتاعت رجب من رجب لزيكو انفراد في الدقيقه 49 مظبوط. فبعد الكره دي مباشره بثلاث اربع دقائق شيبين الكوم غير سيد مصطفى صح. اللي هو المهاجم الاساسي وطويل جدا وبيلعب بدماغه جنب احمد انيس لانه هم قال لك انا هعتمد على الكور العاليه مظبوط. وفعلا الكور دي عملت خطوره جدا على كانت بتوصل الكوره عن طريق دربكه او عن طريق باص صح بالهيد صح لواحد زي زيكو او رجب وكده وكانت الكور دي بتضيع يعني. فطبعا انا يعني اول مره اشوف كابتن سيد يكون عصبي النهارده كان قاعد بيتنطط على الخط. كابتن سيد عمره ما كان كده خالص لان هو كان حريص على الثلاث اهداف على الثلاث نقاط اللي هم يعني مسيطرين عليهم لحد دلوقتي. وطبعا هو حقه ان هو كان خايف على كده بس الضغط جامد يا كابتن صبري يعني. الماتش ده كابتن هيفرق معاه كتير جدا يعني صح. وهو زي ما قال ان هو رجع ميدو ورجع الناس الطويله كلها لان جمهوريه شبين اعتمد على الكور العاليه عن طريق سيد واحمد انيس. الكور العاليه دي اللي هي سببت خطوره جدا يعني. طبعا غاب التنظيم والتركيز عن جمهوريه شبين، كان اللعب عشوائي شويه في الاخر وكلها اعتماد على الكور العاليه، فضاع التعادل منهم وضاع الفوز يعني. لان وكمان النصر اعتمد على الهجمات المرتده الخطيره تمام اللي كان اخسرها محمد سعيد اللي لعبها في القائم. طيب نروح لمراسلنا محمود السعدوني موجود في مباراه السويس والزرقاء واللي انتهت لصالح المنتخب السويس بهدف للا شيء، ومعاه الحاج سمير موسى رئيس نادي الزرقاء. اتفضل محمود. الى ملعب اللقاء، فوز مهم لفريق منتخب السويس على فريق الزرقاء بهدف مقابل لا شيء، احرز الهدف احمد زغلول. يسعدني ان يكون معايا اثنين من المدرب العام لفريق منتخب السويس ورئيس نادي الزرقاء الحاج سمير موسى. قبل ما ابدا عايز اقول لك ان كان في بعض الحاله كده في الجمهور بين بين فريق الزرقاء وفريق السويس، لكن سرعان ما ادركوا الموقف والحاله كانت بقى جيده. يسعدني طبعا ان يكون معايا المدرب العام لفريق السويس كابتن مصطفى عسكر. كابتن مصطفى برحب بك على شاشه النهارده ثلاث نقاط مهمه. اهلا وسهلا، بس بستاذنك بس الحاج سمير موسى راجل ضيف عزيز علينا وبعد اذنك يبدا هو بالكلام. خلاص هنقل المايك للحاج سمير موسى. حاج سمير النهارده هارد لك ثلاث نقاط كنت ممكن اقول اقرب لفريق الزرقاء النهارده. نقول الحمد لله واقول مبروك اول للراجل المحترم حاج اسماعيل بدره اللي انا مش بشفق عليه بصراحه، بشفق عليه فرقه ماشيه وفرقه كويسه، لكن فيه بعض وأقلية عشان جمهور السويس يسمعني ويفهم كلامي. عندكم أقلية بلطجية اتنين تلاتة ابعدوهم عن النادي وعن الفرقة، ما ينفعش. مش دي الرياضة يا جماعة، الرياضة يا جماعة أخلاق. وأنا كنت سعيد بالحاج إسماعيل بدر الراجل المحترم اللي أنا تاني بشفق عليه من التعب اللي بتعبه، وجاي في بدايه المباراه يكرمنا ونبدا مباراه باخلاق وروح عاليه والمباراه ماشيه كويس وماشيه جون يجي هنا او جون يجي هنا ومباراه سجال للفرقتين. وانت برضه استقبلناهم في نابارو، استقبلتهم احلى استقبال يعني. الحمد لله استقبلناهم وكسبوا المباراه وباركنا لهم، وكان رد فعل منهم كويس، وكان عندي استعداد ان انا اروح العب في السويس، لكن انا لسه عارف ان فيه قله أقلية معدودين على الأصابع، لكن بيحولوا المباراة لساحة قتال. بعد المباراة أنت كسبت، مبروك، جود بليه، قول لي هارد لك. مش تيجي على المدرج يا سمير أبو سعد تنزل، ما أنت هتلاقي واحد عندي برضه متخلف هيرد عليك. يا جدعان الرياضة أخلاق، الرياضة احترام، وأنا تاني وأقول لهم مبروك وربنا يوفقكم، ومبروك يا حاج إسماعيل يا محترم، أتمنى إنك ما تزهقش وتقاوم. انا نتكلم فنان النهارده ست ناب. فرقه الزرقاء قدمت شكل حلو، قدرت ان هي تعمل كذا هجمه واعده، لكن ما اعتقدش ان هم ترجموا الفرص دي بشكل بارز يعني. الحمد لله المباراه كانت يعني قريبه ان احنا نكسب، لكن مانيش عارف ايه الحاله اللي عند العيال النهارده. طبعا ما قدروش يترجموا كل الهجمات اللي طلعوا فيها، وكان ممكن يجي منها جون او جونين، لكن هي دي الكوره. الكوره
هنا او هنا، لكن التوفيق من عند الله. بس فريق الزرقاء النهارده قدم شكل حلو يا كابتن، يعني عايزين نقدر نقول هل فريق الزرقاء هيستمر على الاداء ده ولا المباراه اللي جايه هيكون عنده شكل اكبر، لا سيما ان هو يعني عنده شبح الهبوط نقدر نقول، بينافق في معاه دمياط تحت ومعاه العديد من الفرق، ممكن ان هو يقدر يقدم شكل حلو المباراه اللي جايه، ولا انت شايف ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك كل مباريات الزرقاء زي ما انت شايف المباراه النهارده، لذلك تلاقي النتيجه ما خسرناش المباراه الا 1-0 او 2-1، دي نتائجنا، وانت شايف 1-0 في اخر 3 دقائق. هو انا بقول عدم توفيق، لكن بفضل الله انا واثق في الله اولا ثم فرقتي، لان فرقه صح وفرقه كويسه، وان شاء الله هنقاوم وبنطلب من ربنا يوفقنا وان الحظ يحالفنا شويه. اتمنى لك التوفيق يا سياده النائب، والمباراه اللي جايه تقدم شكل حلو. لسه مستمر معاك كابتن فايز، يسعدني طبعا يكون معاك كابتن مصطفى عسكر المدرب العام لفريق السويس. كابتن مصطفى، النهارده 3 نقاط مهمه لفريق السويس، يقدر ان هو يخش بقى في دايره الصعود مع فريق النصر. بدايه بقول الحمد لله رب العالمين، مكسب جه في وقت مهم جدا بعد نتائج غير مرضيه بالنسبه لنا اخر 4 مباريات. المباراه النهارده غلب عليها الطابع الجانب العصبي بالنسبه للاعيبتنا، الشد العصبي كان واضح جدا في ادائهم قبل كده، وفي الوقت بالنسبه للزرقاء كانوا عاملين تعديلات دفاعيه في نص ملعبهم، معتمد على الهجمات المرتده، كان لهم اكتر من كره، لكن احنا النهارده مش هنبص على الاداء الفني بالشكل الجمالي اللي كنا بناديه قبل كده، لان كانت النتيجه هي تعادل يا خساره. فالنهارده كانت استراتيجيه بالنسبه لطريقه اللعب النهارده واسلوب اللعب بتاعنا، ان احنا بنامن زياده شويه عشان نطلع من 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 المرحله او من النقطه اللي احنا وقفنا عندها ديت. الحمد لله الاداء غلب عليه زي ما قلت لك الشد العصبي، ما كانش فيه جانب فني عالي بالنسبه لادانا عشان نكون واضحين يعني، لكن في النهايه في صراع المنافسه انت اللي يهمك 3 بونت، ما يهمكش الاداء فقط، الاداء فقط ما وصلكش، وده كان المهم انك تنزل 3 نقاط يا كابتن مصطفى. الحمد لله الحمد لله النهارده. بشكرك كابتن مصطفى، ده كان لقائنا مع كابتن مصطفى عسكر. العوده ليك كابتن فايز، اتفضل. شكرا لزميلنا محمود السعدوني على اجراء هذا اللقاء، وللمره السادسه للاقلاء في السويس. انا عارف منتخب السويس وشعب السويس حابب يشوف فرقته في الدوري الممتاز. كذا مشكله حصلت من بعض القله، زي الحاج سمير موسى قال، من بعض القله هم دول اللي بيعملوا المشاكل، هم دول اللي بيصاحبوا منتخب السويس دايما. وحصل قبل كده في مباراه نجوم المستقبل قلنا قله، حصل النهارده في مباراه الزرقاء ايضا، كان في مجموعه نزلت التدريب ومنعت كابتن عبد الناصر محمد ومنعت اللعيبه في التدريبات الاخيره ان هم يادوا تدريباتهم. طيب ليه؟ ما هي كره القدم مكسب وخساره، يوم تكسب يوم تخسر، ممكن تبقى ماتشين ثلاثه سوء اداء، ولكن بتكسب زي ما حصل النهارده، فليه؟ يعني هو الموضوع برضو في الاول وفي الاخر انت بتكسب مبروك، بتخسر هارد لك، طبيعي عادي في عالم كره القدم، اكبر الفرق بيحصل فيها كده. فنهدى شويه، القله دول يهدوا شويه. الحاج اسماعيل برضو رئيس نادي منتخب السويس عارف مين القله، مين دايما اللي بيصاحب اللي بيصاحب منتخب السويس، فيعني يا ريت يا يمنحهم خالص يا ينبههم عشان ما تحصلش مشاكل كتيره، وحصلت قبل كده بالذات في ماتشات منتخب السويس. كابتن صبري معلش انا قطعتك في المباراه اللي فاتت، واتكلمنا كابتن سيد عيد بعد ما جاب الجول وعدى تلت ساعه امن دفاعاته خلاص. هو طبعا الكابتن سيد زي ما قال هو في الكلام بتاعه ان هو رجع الناس الطوال كلهم ورا، لان هو عارف ان جمهوريه شبيل ضغط من الجنبين بيلعب على سواء من الكور الطويله الاماميه او الكور العكسيه، فكانت في منتهى الخطوره يعني. هو امن الكلام ده، والجول بتاعه كان كويس جدا برضو، شال 3-4 كور كويسين جدا، وبعدين اعتمد على الهجمات المرتده. وانا يعني كنت معترض على تغيير معين، وقلت لا، ده انا بقول لكابتن جمال المفروض يطلع محمد سعيد، لان محمد سعيد تعب جدا. لكن بصراحه محمد سعيد لما كان بيجيله كوره في الثلث الهجومي، معلش يا كابتن صبري، ده كابتن جمال برضو ده حصل تكريم من منتخب السويس لمجلس اداره نادي النصر علشان خاطر ان هم استضافوا المباراه وما رضوش ياخدوا مقابل ايجار المباراه، فحصل طبعا الحاج اسماعيل اهو تقريبا عايزين اسماعيل بدر بيكرم طبعا المعتز. عايزين نتكلم على الحته دي بس بسرعه بعد اذنك يا كابتن صبري. حاجه ايجابيه جدا. الايجابيه في ايه بقى؟ اول حاجه النبارون والمنصوره صالحوا بعض، وشفناهم في الحمد لله امبارح وهم النبارون نادي النبارون بقياده طبعا المسيري، استدعى المنصوره وصالحهم في ارضه اللي هم كانوا في الاحداث اللي حصلت في الدور الاول. تمام. سويس والترسانه اتصالحوا الحمد لله. النهارده برضو سويس والزرقاء كان حصل مشكله من 100 موسمين، قلنا الموسم اللي قبل اللي فات قبل اللي فات
قلنا طبعا الدنيا مش قليلة، الحمد لله تصالحوا هم، دي حاجات لازم نحط عليها الضوء، لان اديك شايف الحمد لله كله بيتصالح وكله بيبقى كويس. اذا النتيجه دي عند ربنا، سيب الدنيا تمشي، رياضه رياضه كوره صح، اهو في الاخر بنتصالح وفي الاخر ليه التنشنه. يمكن الحاج سمير موسى اتكلم بطريقه جميله جدا ان قله من جمهور السويس، مظبوط، عايزين القله دي يعني تهدى شويه، لان اصلا كده كده السويس كسب، كده كده السويس صح كسب. فطول ما انت بتشجع اللاعب، طول ما هو اللي بيلعب لاخر 90 دقيقه. فعشان كده انا سعيد جدا بنبرو والمنصوره، السويس والترسانه، الزرقاء والسويس، وفي فرق كثيره جدا كان حصل بينهم تنشنه وكده او كده. الحمد لله اهو رؤساء الانديه كانوا الاربع مين يبقى في ود وحب، ودي حاجه تسعدنا احنا في الاستوديو. كابتن صبري، قبل ما ارجع لكابتن جمال، النادي جمهوري شبين كان عايز يعوض الهدف، فكان في تسرع، اللعيبه وصلوا كتير جدا، كره في القائم، يعني سوء توفيق وتسرع غريب. وانا بقول لك هو غاب التركيز وغاب التنظيم، فخلاص التكتيك اللي الكابتن ياسر كان عايز يلعب بيه من اول الماتش انتهى. صح، لان هو لو كان في تنظيم وفي تركيز شويه كان ممكن يحصل اهداف على فكره، لان ضاعت منهم اكتر من فرصه. هنشوف مع رجب ومع زيكو ومع احمد انيس المهاجم. فيعني الامور كانت محتاجه شويه هدوء. طبعا انا عارف ان جمهوريه شبين معرضين للنزول وفي منطقه خطر شويه، فاللعيبه بتبقى عصبيه شويه. نفس الكلام مع كابتن ياسر، ده كابتن على فكره بيأثر على تفكير المدرب وتركيزه في الملعب يعني. فيعني طبعا شوف الكابتن سيد وهو خايف على 3 اهداف، احنا لسه بنقول ايه. كابتن سيد ده من المدربين جدا، راجل رزين جدا جدا يعني. النهارده ال3 نقاط دول هيفرقوا معاه جدا، وعشان كده كان عصبي جدا وكان يعني خايف على النقاط الثلاث يعني. صح، فطبعا الكلام ده كله يعني ادى اولويه لنادي النصر اللي هو جايب جول وعنده 3 نقاط في حوزته. مظبوط، وطبعا عمل شوشره وعمل عدم تركيز وعدم تنظيم لجمهوريه شبين اللي هو خسران في ملعبه يعني. مزبوط، ودي كمان عبء زياده ان هو خسران في ملعبه يعني. طبعا زي حضراتكم شايفين يعني كابتن جمال برضو بيشاركني الهجمات كلها لجمهوريه شبين. كابتن سيد عيد بيلعب ب8 داخل منطقه الجزاء، انا عديتهم، انا عارف انك بتحب تعد 100%. بس يا فايز، يعني 8 بيلعب بمنطقه الجزاء، بس راح 3 انفرادات. يعني لو جبنا كور الهجمات المرتده، 3 انفرادات، واحده في القائم وواحده ميدو شطه عاليه، والثانيه انفراد فضل مستني لغايه ما حد يجي له، ما فيش حد جاله. فبرغم الهجوم ده والثمانيه دول، لما الاثنين اللي قدام راحوا انفرادات يمين وشمال، كره دي طبعا كلها. دي طبعا يعني دي كل هجمات جمهوريه شبين اللي هي ما بفقدش. بس لو دي بقى اللي جت في العارضه بتاعت محمد سعيد، لو كملت بص الانفرادات بجد يعني، برغم ان الشبين جمهوريه شبين هو اللي ضاغط، ولكن كل الفرص اللي راحت للنصر كلها جوال صح، كلها اهداف، لان هم طبعا الشبين بيلعب بكل صربعه. دي برده ممكن تكون ديت كابتن جمال، شوف الكره بتاعت محمد سعيد دي بقى كابتن بص جمال، بص دي انفراد جت في بطن الجول، وبعدين التاني جه يغزل الجول، ما شاء الله هايل. الكره بتاعت محمد سعيد اللي جت في القائم، هتلاقي سيد محمود كان متقدم وراجع لسه. صح، ايوه، هو سيد محمود كان بيصلح الكوره بالظبط كده. فيعني لازم المدافعين يعملوا التركيز بتاعهم عشان ما يجيش جول تاني، لان انت ممكن تجيب جول في اي وقت، في الوقت الاضافي، في وقت اي حاجه. تمام، فطبعا الكلام ده يعني ربنا يكون في عون الفرق اللي بتلعب وهي متكهربة او في ظروف غير طبيعيه يعني. انا عايز كابتن جمال برضو في كره احمد انيس اللي جت في العارضه، كانت في الدقيقه 73، يعني توقيت الكره دي كان توقيت مهم جدا لجمهوريه شبين، ولو جمهوريه شبين كان جاب الجول وتعادل على ما اعتقد كان جمهوريه شبين كمل واحرز هدف. الكره في العارضه بتاعت انيس دي طبعا يعني باينه قوي ان هو حتى كمان لما حطها حب يرجع يفرح. صح، فلقاها في العارضه ورجعت اتصلحت، اتشاطت جت في رجل دفاع النصر. طيب، ولكن المباراه في الشوط الثاني نقدر نقول برغم هجوم جمهوريه شبين فهم متعادلين في الفرص.
يعني شوف بقى الجمهور تشيبينو اللي ماسك الكره اكتر، نقدر نقول 65 او 60%. مظبوط. انهم متعادلين في الفرص، فرص هنا ثلاث فرص محققين وهنا ثلاث فرص محققين. فعشان كده دي فرق البطوله، زي ما بقول لك النصر فرق البطوله زي الاسيوطي كده، بيفضل فرق هجميه. يعني احنا امبارح شفنا فرقه الاسيوطي بتلعب المنيا، المنيا هاجم ايه والاسيوطي فرقه بطوله ما خسرش الكوره كورتيني خلص. فعشان كده فرق البطوله كده بيبقى تمام، الهجمات المرتده بتاعتهم كويسه جدا وبتبقى باتقان. عشان كده قدر نادي النصر يحافظ على الثلاث نقاط دولت. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هاخد تعليق كابتن صبري وكابتن جمال على نتائج اليوم وابرزها فوز منتخب السويس. يعني النصر لما يفوز، منتخب السويس بيفوز بهدف احمد زغلول، هزيمه السكه للمباراه الثالثه ولا الرابعه هذا الموسم بثلاث اهداف مقابل لا شيء من نادي مصر. ايضا تعليقهم على الفوز الثالث على التوالي الكابتن احمد العجوز مع القناه وحصوله على 9 نقاط ابعدته الى حد ما من منطقه الهبوط بالتاكيد، بالاضافه طبعا لباقي نتائج اليوم. هنعرف تعليقهم ولكن بعد الفاصل. هنستعرض معاكم نتائج مباريات اليوم. كان في مباراه وحيده فقط من المجموعه الاولى مجموعه الصعيد، وباقي المباريات من مجموعه القاهره. شفنا طبعا وتابعنا مباراه جمهوريه شبين والنصر واللي انتهت لصالح النصر بهدف للا شيء. ايضا التليفونات بيفوز على الالومنيوم، بصراحه دي مفاجاه، بهدف للا شيء. كابتن مصطفى عصام مرعي مقدم مباريات طيبه للغايه مع نادي الالومنيوم، والنتائج امام حضراتكم. الشرطه والترسانه تعادل ايجابي 3-3، والشرطه كان تقدم 3 مرات ولكن الترسانه بيعرف يرجع للمباراه. السويس والزرق، فوز السويس بهدف احمد زغلول في الدقيقه 87 من عمر المباراه. دمياط والشهداء، وفوز الشهداء بهدف للا شيء. القناه كابتن احمد العجوز وثلاث انتصارات متتاليه، صعدت بالقناه عده مراكز محترمه ابقته حتى الان في المنطقه الدافئه. جمهوريه شبين والنصر 1-0 للنصر. الدخان وكوكاكولا تعادل سلبي 0-0. كوكاكولا بقى لها فتره كده بتتعادل نتائج سلبيه، ونادي مصر بيفوز بالثلاثة على السكة الحديد على الرغم المباراة ما كانتش في السكة. كابتن صبري تعليقك ايه على النتائج؟ والله يا كابتن طبعا ماتش ترسانة 3-0 3-3 ده اكيد كان ماتش ممتع، وهم طبعا بيلعبوا الاثنين يعني عندهم رهبة من وعايزين يهربوا من القاع وكده. تمام. فكانت الاهداف غزيرة يعني. طبعا الماتش بتاع التليفونات الاول والألموني 1-0 التليفونات. تمام. أنا بشكر برضو لعيبة التليفونات دول لحد دلوقتي وإحنا أثنين عليهم كتير. السويس والزرقاء 1-0 ماتش ممكن يبقى طبيعي. دمياط والشهداء ده يعني مفاجأة كبيرة جدا إن الشهداء يكسب دمياط في دمياط. القناة 3-0 تمام برضو طبيعية شوية. الدخان وكوكولا برضو 0-0 0-0 يعني. ماتش السكه طبعا هو الصعب جدا جدا يعني. تمام. هل تتوقع بقاء خالد بيبو بعد الهزيمه النهارده؟ انا اعتقد ان اداره السكه الحديد اداره متزنه جدا، وعمرهم ما بيفكروا يمشوا مدير فني الا لو هو طلب، على الرغم من الهزايم ثلاثات. انا فاكر الكابتن ايمن منصور كان بيتغلب وكان في القاع من حوالي 4-5 سنين. تمام. وكان بيقدم استقاله ويقولوا لا هتفضل، يقدم استقاله ويقولوا لا، فاهم الادارات اللي بتستنى زمان. انما السنه دي طيب خلينا نعرف راي كابتن جمال برضو في نتائج النهارده. كابتن جمال رايك ايه؟ يعني الشرطه والترسانه وقعوا بعض، تعادل نقطه ونقطه مش صالح حاجه، مش صالحهم الاثنين. يمكن دمياط برضو فاجئتنا بتكسب تغرب السويس وتكسب سيراميكا وتعادل مع السكه في السكه وبتكسب سيراميكا وفجاه بتغلب على ارضها. فاكيد الولاد في مشكله معينه، يا اما ماديات يا اما النشوه بقى بتاعت المكسب هي اللي بتخليهم كده. الملاحظ قوي قوي بقى احنا خلاص الاسيوطي وسوهاج والنصر والسويس يتعادلوا الاثنين مع بعض، يكسبوا الاثنين مع بعض. النهارده اما النصر اول ما الماتش خلص قبل النتائج ما تجي لك انا اقول السويس كسبان 1-0. ليه؟ ماشيين مع بعض، تعادل تعادل، خساره خساره. ولدرجه ان جمهور السويس كلهم بيقولوا لو بس احنا نكسب ماتشين ورا بعض ممكن نحصل النصر. تمام. فدي النتيجه برضو باين ان هو ماشيين مع بعض هم الاثنين. فالثلاث نتائج دولت انا طبعا مش هتكلم على السكه ولا نادي مصر، كابتن صبري اتكلم وزي ما قال فعلا اداره السكه الحديد اداره محترمه ما بتمشيش مدرب. لان العقد بيبقى لازم نهايه الموسم، وانا ما اعتقدش ان خالد بيبو مش هيسلم، مش هيرمي الفوطه بدري يعني. تمام. هو مش هيسلم لان في المركز السابع، والمركز السابع مش وحش يعني. مش وحش.
طيب خلونا نشوف مباريات الغد، وده هيكون ختام الاسبوع 23 مع زميلي كريم حسن شحاته والاستوديو التحليلي طبعا، واللي هيحضروا نجومنا ان شاء الله بكره باذن الله الاولمبيو صيد المحله، كم حماده شربين، الرجاء نبروه، كفر الشيخ، الحريه، المنصوره، بدر، ديكرنس، مياه البحيره، دمنهور، غزل المحله، البلديه، فاركو، حرس الحدود والحمام. دي لقاءات الغد ان شاء الله باذن الله مع الاستوديو التحليلي مع زميلي كريم حسن شحاته وضيوفه ونجومنا في استاد بلدنا، هنكونوا مع حضراتكم بكره ان شاء الله في ختام الاسبوع 23. كابتن جمال نورتنا كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا فازو، الحمد لله على السلامه من الجابون. انا اول مره اشوفك بعد الجابون، صح؟ كنت منور في الجابون. الله يخليك، تسلم. والله منور بالتيشيرت الابيض ده. الله يخليك، تسلم يا كابتن جمال، شكرا جزيلا. كابتن صبري كالمعتاد نورتنا. ربنا يخليك يا كابتن فايز، انا سعيد جدا والله. اشكرك، شكرا جزيلا يا كابتن صبري، متعتنا كالعاده. ربنا يخليك كابتن، شكرا جزيلا. شهدنا الكرام، وصلنا معاكم لنهايه استوديو التحليل الخاص بالاسبوع 23 لمباراه جمهوريه شبين النصر، واللي انتهت صالح النصر بهدف للا شيء. وبكره ان شاء الله هيكون الختام، وهتستمتعوا بالتاكيد مع زميلي كريم حسن شحاته بيوم جديد ومباريات جديده من الدوري الممتاز بك.